إنني قد تزوجت بفتاة وقد أنجبت منها ولدا والحمد لله، ولكن كانت لا تصلي، فعلمتها الصلاة وأمور دينها، وللأسف عندما أحضر في المنزل تصلي وعندما أغيب عنها لا تصلي، وقد علمت بذلك وكذلك الأهل لا يصلون إطلاقا، فما هو موقفي والحال ما ذكر مع الأهل ومع هذه الزوجة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني في أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من دينه، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلاة مقامها في الإسلام عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار صلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم. والنصوص في هذا كثيرة تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قول العلماء. والذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا أمر معروف عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. وما ذكره السائل من أن امرأته لا تصلي وأنه أمرها بالصلاة وصارت تصلي بعض الصلاة تترك البعض الآخر، هذه ليست بمسلمة ولا يجوز إمساكها. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالواجب عليك مفارقتها إذا لم تتب إلى الله عز وجل. فإن تابت حافظت على الصلاة، إنه يجب عليك أن تجدد عقد النكاح عليها، لأن العقد الأول ما دامت لا تصلي غير صحيح. هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. أمر الصلاة عظيم، وكيف يقول الإنسان أنه مسلم وأنه يؤمن بالله واليوم الآخر مع أنه لا يخاف الله ولا يقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا يستمع لهذه الآيات وهذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة والمتهاون بها، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.